سلام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم بتي بان كيجي لذيذ، تقريبا بحال اللي كنشريو من المخبزه، و يعني صراحه هو شويه فيه الخدمه، ولكن اللي كتعجبو الكوزينه واللي كيعجبو يبقى يطيب غادي يكون مستمتع وهو كيطيب فيه صراحه، حقاش فهمتوا حاجه زوينه. وما فيش بزاف ديال المكونات، ولا شي مكونات اللي زعما ما كاينينش في الدار ولا هادي، يعني مكونات بسيطه وسهله. وكيجي كيف ما كتشوفوا طري وزوين بزاف للفطور مع القهوه ولا الكوتي ولا شي حاجه بحال هكا. المهم الناس اللي عزيز عليهم الكوزينه راه غادي يجربوه. اول حاجه غادي نحتاجو الدقيق. بالنسبه للقياس انا درت 3 الكيسان ديال الدقيق، والملحه خديت هنايا معلقه تقريبا نص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز حبوب. ومن بعد غادي نخلطوا كل شيء مزيان، الدقيق والملحه وخميره الخبز، وغادي نزيدوا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده. المهم بالنسبه للسكر سنيده على حسب الذوق، يعني تقدروا ديروا القياس اللي بغيتوا. وهنا زدت عليه شويه ديال المدافي وبيضه كامله. غادي نبدا نخلط فيه ونعجنه مزيان، ونبقى مره نزيد الماء على حسب تتجمع ليا العجينه ديالي، ما تكونش طريه زعما ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش ثقيله. كنبقى ندلك فيها هكا بشويه حتى كتجمع ليا مزيان، وكنحس بها بلي صافي تجمعات. كناخذ اناء ندهن شويه بالزيت وكنغطيها ونخليها شويه تخمر. بين ما خمرت ليا العجينه كناخذ هذا الورق ديال الفرن، وكنزيد فيه كنحط فيه الزبده. الزبده من الاحسن تكون بالحراره ديال الجو، يعني ما تكونش من الثلاجه. انا ما خرجتهاش بكريم الثلاجه، عكسات معايا شويه. صافي كندير فوقها ورقه اخرى ديال الفران، وكنبقى ندلك فيها هكا كما شفتوا معايا في الفيديو. من بعد ما خمرت لي العجينه ناخذها وكنسرحها. كندير بعدا شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا، وكندير فوقها حتى هي شويه ديال الدقيق وكنسرحها. ومن بعد ما غادي نسرحها مزيان، الا حسيتوا باللي بقى عاصي معكم شويه خليوها تزيد شويه تخمر. صغطوا في هذا البرد هذا، العجينه كتاخذ بزاف ديال الوقت باش تخمر. من بعد ما سرحتها كنزيد فوق هذيك الزبده، كنحاول انني نسرحها هكا مزيان فوق العجينه ديالي. انا ما كثرتش، نتوما تقدروا ديروا 200 غرام، انا درت 150 غرام، يعني على حسب الذوق ديالكم. انا ما كنبغيش الزبده كثيره تجي باينه فيها. وصافي كنطويها كيف ما شفتوا معايا بحال هكا، وكنعاود نسرحها وكنعاود نطويها مره اخرى. هذه العمليه تقريبا غادي نديروها شي 4 المرات. من بعد ما سرحتها كيف ما شفتوا غنعاود نطويها بنفس الطريقه، وغادي نخليها ترتاح تقريبا واحد من 10 دقائق حتى ربع ساعه. ومن بعد عاوتاني غادي نعاود نفس العمليه تقريبا شي 4 المرات. هذه كدار هذه العمليه باش تجينا البتيبا مورقه، يعني فيها بزاف ديال الطبقات. كيف ما كتشريوها فاش كتحلوها كتلقاوها مورقه من الداخل. كل مره غادي نعاودوا هذه العمليه، نسرحوها ونطويوها، نخليوها ترتاح شويه باش تسرح لينا بسهوله. هذه هي اخر مره اللي غادي نسرحها فيها. من بعد ما غادي نسرحها هذه المره مزيان، ما غاديش نخليها غليظه، يعني غادي نسرحها مزيان تقريبا يبقى فيها شي سنتيمتر واحد ديال الرق، ما تكونش غليظه باش نخدمها بالشكل اللي انا بغيت. من بعد ما سرحتها كيف ما كتشوفوا غادي نقطعها هكا بالموس طويله، يعني الا كانت عندكم مقطعه ولا المهم تقدروا تستعملوا شي حاجه. انا ما لقيتهاش، بقيت كنقلب عليها ما لقيتهاش. وعندي هنايا الشوكولات، تقدروا تستعملوا الشوكولا نوار، الشوكولات الاسود، ولا شوكولات عادي، المهم اللي بغيتو. كنحطها فوق هذاك العجينه ديالي وكنلويها بحال هكا. الا بغيتوا الشكل يجيكم صغير، غادي هذاك الطول غادي تقسموها من النص كيف ما شفتوني انا درت، والنص الاخر حتى هو غادي ندير فيه الشوكولات ونلويه. بغيتوها تجيكم كبيره غادي تخليوها على هذاك الطول كامل، تعمروها بالشوكولات وتلويوها كامله. المهم انا درت وحده اللي درتها كبيره. وصافي من بعد غادي نغطي العجينه ديالي، درتها في الطاوه نغطيها ونخليها حتى تخمر على خاطرها، ماشي بزاف، تقريبا ربع ساعه حتى 20 دقيقه. من بعد غادي ندهنها بالبيض ولا بالصفر ديال البيض اللي عندكم، وغادي ندخلها للفران تقريبا 30 دقيقه حتى 35 دقيقه على حسب كل فران كيفاش داير. وصافي هذه هي النتيجه كيف ما شفتوا معايا، كتجي بحال هكا محمره، والريحه ديالها في الدار ما يمكنش شحال كتعطي زوينه، يعني كتشهيكم في شي كاس ديال القهوه. وصافي كتجي لذيذه بزاف. الا جربتوها خليو ليا في لي كومونتير وقولوا ليا كيفاش جاتكم الوصفه.
وصافي، نتمنى يكون يعجبكم الفيديو وتهلاو في راسكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامة.